بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع مربح جديد على قناه ضحات. لاول مره تشوفنا قناه بتتكلم عن المشاريع المربحه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهارده. فكره مشروع النهارده هو خط انتاج كامل بماكينه واحده من المنزل، ماكينه جديده وفكره جديده في السوق. الناس كتير شغاله في المشروع ده بس مفيش حد بيسمع عنهم حاجه. مشروع فعلا جديد، مشروع النهارده من البيت بماكينه واحده، وتكلفه الماكينه على بعضها 150 دولار، وهي ماكينه تقشير الثوم. طبعا ماكينه غريبه، انا استغربت، يعني اي حد ممكن يستغرب اللي هو يسمع في ماكينه لتقشير الثوم. طبعا لما تعمقت في الموضوع اكتر لقيت في خطوط انتاج كبيره لتقشير الثوم وتصدير خارج البلاد. النهارده هنتكلم مش عن تصدير خارج البلاد، هنتكلم عن الشغل المحلي واللي الناس شغاله فيه ومفيش حد بيسمع عنهم حاجه. الماكينه اللي معانا النهارده ماكينه تقشير الثوم، بسيطه جدا، واللي هقول لك الماكينه تجيبها منين وهتحتاج ايه عشان تشتغل فيها، وكمان المواد الخام اسعارها ايه وارباحك في المشروع ايه وازاي تسوق للمشروع ده. اول حاجه بالنسبه للماكينه، الماكينه في منها 3 انواع. في كل نوع بيبقى له طاقة انتاجية وبيبقى له شغل مختلف عن الماكينة التانية. يعني الماكينة الاولانية اللي احنا هنشرحها النهاردة ان شاء الله بتنزل التوم مع القش، وبعد كده انت بتنقض التوم اللي هو الفصوص التوم الجاهزة وبتسيب القش في جنب. في ماكينة تانية بتنزل القش لوحده وبتنزل التوم لوحده. في ماكينة تالتة اللي هي خط انتاج كامل، اللي هي بتجيب التوم وتبدأ تقشره وتبدأ تعمل له تعبئة وتغليف. فكل ماكينة ليها شغل وكل ماكينة ليها سعر مختلف عن التاني. لما الماكينة النهاردة هنتكلم اللي احنا الماكينة اللي هي الصغيرة اللي قدامك على الشاشة دي، ماكينة سعرها بسيط جدا وتقدر تشتغل منها، تشتغل بيها وتطلع بيها مبالغ كويسة وارباح كويسة جدا. اول حاجه الماكينه ديت امكانياتها ايه او هتحتاج مساحه ايه؟ هي اوضه في المنزل وتبدا تشتغل فيها، والكهرباء والاوضه تبقى عاديه، والكهرباء اللي انت هتحتاجها 220 فولت. الماكينه اللي معانا ديت الطاقه الانتاجيه بتاعتها 20 كيلو في الساعه، ودي كان 20 كيلو في الساعه كان نظام كويس جدا تقدر تشتغل فيه. يعني انت لو اشتغلت ساعتين في اليوم تقدر تطلع لك 40 كيلو، 40 كيلو لو قلت لك مكسبهم دلوقتي هيبقى 40 كيلو كويس جدا وما شاء الله. لو قدرت توزع 40 كيلو بس هيبقى مكسبهم كويس جدا. الماكينه تقدر تجيبها منين؟ في ليها طريقتين عشان تجيبهم. الطريقه الاولانيه ممكن تجيبها من على موقع علي بابا، وهسيب لك رابط الموقع في الوصف. موجوده على موقع علي بابا بسعر 150 دولار، وفي مستورد برضو موجود او شركه موجوده في مصر اللي عايز يتواصل معاها. بصراحه انا ما تواصلتش معاها عشان اعرف السعر منها كام، بس مش هتلاقي اختلاف كبير. فهي موجوده على موقع علي بابا ب 150 دولار، وموجوده برضو في كل البلاد سواء السعوديه سواء العراق. ما شاء الله الماكينه ديت متوفره جدا وناس كتير شغاله فيها، بس المشكله انا ما كنتش اعرف او ما فيش حد كان يعرف ان في فعلا ماكينه وتقدر تربح منها مبالغ كويسه جدا. بعد كده بتيجي على المواد الخام اللي انت هتشتغل بيها، والمواد الخام اللي هو ايه؟ اللي هو التوم اللي انت هتبدا تجيبه وتبدا تشتغل بيه. والتوم ده في منه نوعين، في حاجه اسمها توم بلدي وفي حاجه اسمها توم صيني. ايه الفرق؟ اولا التوم البلدي عدد الفصوص اللي بتبقى في التوم البلدي من 30 ل 50 فص. التوم البلدي اللي هو التوم الابيض طبعا بيبقى لون القش بتاع التوم لونه ابيض، وعدد الفصوص من 30 ل 50 فص. والتوم الابيض بيبقى افضل او اقوى من التوم اللي هو الصيني في الطعم ورائحه، بيبقى اقوى من التوم الصيني. الشعب المصري طبعا بيفضل التوم البلدي عن التوم الصيني. اما بالنسبه للتوم الصيني، التوم الصيني بيبقى لونه بنفسجي فاتح، وعدد الفصوص فيه طبعا الفص بتاعه بيبقى اكبر من الفص بتاع التوم البلدي، وعدد الفصوص فيه من 10 ل 15 فص، وبيبقى اقل في الرائحه والطعم بتاعه عن التوم البلدي. التوم البلدي بيشتغل للشغل المحلي. لو هتشتغل شغل تصدير ان شاء الله وعايز تجيب خط انتاج كامل، بتجيب التوم الصيني عشان الاجانب بيفضلوا التوم الصيني عن التوم البلدي.
ده بالنسبة للمواد الخام. طب نيجي بقى الأطباق المشروع. هقول لك دلوقتي ازاي تعبئ المنتج وازاي تغلفه. الأول نقول ازاي تعبئ المنتج، بعد كده نتكلم عن أطباق المشروع. الأول بتجيب التوم وتحط فيه الماكينة، وبعد كده تبدأ تقشره، بعد كده بتنقض التوم، بعد كده بتحتاج أطباق فل زي موجودة قدامكم على الشاشة كده، بتحتاج أطباق فل وتبدأ تعبي التوم ده، وبتبدأ تغلفه بحاجة اسمها استريتش شفاف، وبتبدأ توزعه على المطاعم، وتوزعه على المطاعم ومحلات الكشري والفنادق، بيستخدموا منه كميات كبيرة جدا كل يوم، خصوصا محلات الكشري. بعد كده بتحتاج ايه؟ بتحتاج ممكن تشتغل بماكينة فاكيوم، ده لو انت هتصدر في مكان بعيد تشتغل بماكينة فاكيوم اللي هي بتمتص الهواء من الكيس. ممكن انت برضه تغلف بماكينة فاكيوم، يعني عندك طاقتين للتغليف، لإما تغلف تحط في طبق فل وتغلفها بأكياس ستريتش، لإما تغلفها عن طريقة ماكينة فاكيوم، دي ليها طريقتين للتغليف. طب نيجي بقى لحتة الأرباح. التوم البلدي ده بيتباع الكيلو منه بكام، والتوم الصيني بيتباع الكيلو منه بكام؟ انا هقول لك سعر المستهلك، يعني واحد مننا لما بينزل السوق بيجيب كيلو التوم بقشره بكام. التوم البلدي سعر الكيلو ب 45 جنيه، والتوم الصيني سعر الكيلو ب 30 جنيه. ده بالنسبه للتوم اللي انت لو نزلت انت تجيب، غير لما تروح لتاجر وتجيب منه كميات كبيره جمله وتبدا تقشرها وتبيعها للمطاعم. طب بتتباع للمطعم بكام؟ الكيلو الواحد بيتباع للمطعم بكام؟ الكيلو الواحد بيتباع من 65 ل 70 جنيه. التوم بيبقى متغلف ومتعبي بيتباع الكيلو من 65 ل 70 جنيه. ده بالنسبة للمطاعم، يعني المكسب كويس جدا. طبعا زي ما انا قلت لك، يعني انت حضرتك بقول لك الكيلو ب 45 جنيه، انت هتبيعه ب 70 جنيه، يعني مكسبك 25 جنيه في الكيلو. مش هنحسب طبق الفل والاسترتش، دي حاجات بسيطة جدا، وطبق الفل بيقول لك 100 بيبقى سعرها بسيط جدا، يعني والحاجات دي بتبقى بسيطة، يعني مش هتبقى فرق معاك في الفلوس، بس اللي هيبقى فرق معاك هو التوصيل والمواصلات ووسائل التوزيع. هتوزع بعربية، هتوزع بتروسيكل، هتوزع بموتوسيكل، فده كله بيبقى حسب الحاجة او حسب الماديات اللي بتبقى موجودة او متوفرة مع حضرتك. تمام، يبقى قلنا 25 جنيه ده مكسبك في الكيلو، في الكيلو الواحد بتبدأ تخصم على كل كيلو 5 جنيه مواصلات. طبعا المطعم لما بتروح المطعم او محل كشري بيبدأ ياخد منك 10 كيلو على الاقل، 10 كيلو مثلا كل 3 ايام، كل 4 ايام بتبدأ تاخد دورتك وتوزع. لو وزعت على الاقل 20 كيلو في اليوم، ده هتبقى فكرة جميلة جدا وارباح كويسة جدا. ناس كتير شغالة كده يا جماعة، وما بتشتغلش في التوم بس، بتشتغل في تقطيع البصل، وبتشتغل في خضروات كتير جدا، عشان المطاعم ما عادتش بتجيب ناس هي اللي تعمل الحاجات ديت. طبعا واحد يقول لي ليه المطعم ما بيجيبش الماكينه دي؟ طبعا المطعم بيحتاج كميه قليله، وطبعا لو جاب ماكينه هيحتاج حد يشتغل عليها، وطبعا لازم يجيب الماده الخام، ويروح يجيب المواد الخام اللي هو التوم، يروح يجيبه من التجار، فهتبقى خايله للمطعم. فليه قال لي طب ما انا في واحد يجي يديني المنتج بتاعي من غير ما اروح واجي ولا في اي مشكله عندي، وبيبقى انضف شغل المكنه، بيبقى انضف عن شغل العامل. ده بالنسبة اللي بيسأل بيقول لي المطعم ما بيجيبش الماكينة دي ويبدأ يشتغل هو. طبعا اخر نصيحة حابب اقولها لك لو حبيت تشتغل في المشروع ده، ابحث واسأل قبل ما تشتغل. يعني ابحث على الانترنت، على اليوتيوب، على جوجل عن المشروع ده، واعرف عنه اكتر، واسأل في المطاعم، واسأل في الفنادق والمحلات الكبيرة طبعا الموضوع ده ماشي ولا مش ماشي قبل ما تشتغل في المشروع ده، عشان مش انت بس اللي بتفرج عليا، ممكن يكون واحد من مصر، واحد من العراق، واحد من ليبيا، واحد من لبنان، فكل واحد في بلده يسأل يشوف المشروع ده فعلا ماشي ولا لا، ويتأكد من كلامي. وكمان المشروع شغال كويس، تبدأ تشتري الماكينة وتشتغل وتبدأ تشغل الناس. لما بالنسبة لمصر المشروع ده شغال جدا ما شاء الله، وكويس جدا، وفكرة جديدة، وناس كتير شغالة فيه في مصر بس ما تتكلمش. لو حبيت ان شاء الله توزع وتودي الهايبر ماركت، بتعمل حاجة اسمها التراخيص، وبتعمل باركود. طبعا اي حاجة بتدخل الهايبر ماركت لازم يبقى ليها باركود، بيبقى ليك باركود بتعمله مع الترخيص عشان بتوزع المنتج بتاعك ده، لو انت هتوزع على الهايبر ماركت، وده كلام تاني وفيديو تاني لو عايزين، يعني ان شاء الله.
ده كان فيديو النهارده وكل المعلومات عن الماكينه اللي موجوده معانا النهارده. اتمنى اكون افدتكم بمعلومه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو تاني على قناه وضاح حاتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.